سلام، فوالا اليوم جبت لكم الشوفلور، درتو على زوج انواع. تبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا كيفاش درتو. نحكموا راس الشوفلور، نقيوه بيان، نظفوه، نحطوا شويه خل ونشلوه ونحطوه سواي فور سواي يغلي، بصح وشويه ما نطيبوهش كومبليتوم، نخليوه شويه هكا نص طياب كوا. بعد نجيب نحكمو نربزو بلا فورشيت برك ولا البريس بيغي، ما نربزوش خلاص حتى يولي فا هكا جوست بلا فورشيت. ومن بعد واش راح ندير له هنايا؟ نفس بصل مقطع رقيق، عندي شويه فيوند هاشي. لا فيوند هاشي تقدروا ديروا بولي ولا طون ولا تستغناو وديروا شوفلور اينيكمون، ما عندناش شابلور، حبه بيض، ملح فلفل كحل، كركما، ملح فلفل كحل، كركما، كمون نحطو شويه باك، دائما نقول لك ما تحطوش بزاف، فلفل كحل بيان اونطوندو، شويه فرماج غابي تاني فاكولتاتيف، عندكم حطو ما عندكمش ما تحطوش. ونحكم الحبه تاع البيض هذيك ندربوها، ما نحطوهاش نحطوها بالشويه، ممكن نكملوها كامله، ممكن نديرو غير نص. فوالا درت الشوفلور كيما قلت لكم، رحيتو غير بلا فورشيت، وزدت له العناصر هذوك اللي عندي، لا شابلور، اللحم، البصل، معدنوس اكسيتيرا، ونحطو الفرماج غابي، قلنا عندكم حطو ما عندكمش ما تحطوش. نحطو لي زيبيس هذوك ونوليو نخلطوهم مع بعضهم، ونزيدو عليهم هذيك الحبه تاع البيض، قلنا نضربوها بالفرشيطه ونحطو غير بشويه، نروح معاها غير بشويه. فوالا خلط مليح، خلطو مليح، لازم يدخلوا العناصر هذوك يدخلوا مع بعضهم بيان كوم يلفو. فوالا انا جبت الحبه تاع البيض درك نضربها وندخل، فينالمون دات لي الحبه تاع البيض كامله. فوالا قلنا نخلطو. ومن بعد واش راح ندير انا هنايا؟ راح ندير سوا دي غاليت، لي غاليت هادو نديروهم للولاد اللي ما ياكلوش شوفلور اون صوص. راح ندير لهم شويه فرماج، هذاك بورسيون نقطعها بيان سور، ما نحطش الفرماج كامله، نقطعها على ثلاثه ولا نحكم، نجيب هكا نهز بالمغرف، راكم تشوفوا في العناصر كيفاه تلموا مع بعضها. نحكم قلنا داك الفرماج نقطعو بورسيون، نقطعها على ثلاثه، ندير اون غاليت، ندير دي غاليت، وراح ندير دي بول، دي بولات ainsi que des galettes. نفرش في بلاطو، نفرش له شويه شابلور، ندير نبدا باللي غاليت هما الاولين، قلنا نديروهم سوا هكذا تو سامبل، ولا قلنا نديرو لهم الفرماج هذاك بورسيون من داخل، نحطهم في البلاطو هذاك، ونزيد ندير لي بولات ثاني ونحطهم في الفريغو او موان نص ساعه، يعني يحكموا لي رواحهم هكا نص ساعه في الفريغو. انا واش راح ندير لي بولات هذوك؟ راح ندير لهم ان صوص، الا كان عندكم لو بولي ولا اللحم ديروا لا صوص نورمال، ما عندكمش ديروها هكاك برك. واش هي؟ راح نزيد لها الاخر بواشيش حمص، نطيب ان صوص سوا روج ولا بلونش، نتوما كيما حبيتو. ندير قلت لكم لي بولات، وندير لي غاليت، ونخليهم سوا تحطوا هاد لي غاليت في لو فور ولا تقليوهم. انا قليتهم ودرت لي بولات ثاني قليتهم، نعقبهم في لاشابلوغ بيان اونطوندي قبل ما نحطهم في الزيت، نقليهم. فوالا درك بعد ما درتهم هاني وجدت لي بولات بالحمص، وهنا حطيت دو كوتي اون سالاد.